السلامة ومرحبا بكم مشاهدي قناة اس تي في في هذا الموعد الرياضي الجديد. انطلقت منذ قليل دورة السلام تحت اشراف جيسي ترحما على اللاعبين السابقين اللي هما لطفي البكوش، لسعد الورتاني والهادي برخيصة. مشاهدة طيبة للجميع. والله نحن الدورة كي كلمونا جماعة جوهرة والجماعة الغرفة فهمني فرحنا بها، لخاطر نحن نحبوا دورة هذوما، زيدوا نتعرفوا بالزملاء الموظفين من شركات أخرين ومن إدارة أخرين، وسيرتو فيها تكريم اللاعبين الكبار كما الهادي برخيص الله يرحمه والورتاني والبكوش. هذا بينا نكونوا طرف في الاحتفالات هذه وجو باهي، وإن شاء الله ديما تتكرر الدورة هذه إن شاء الله. والله هي فكرة طيبة برشا، تحب تكره في وقت كيما هذايا معناها تقرب برشا الناس لبعضها، وديما بصراحة للمناسبات كيما هذايا هي من اللي تقرب وما تبعدش راهو، إن شاء الله ديما معناها التظاهرات هذيا والدورات هذيا إن شاء الله معناها ديما تعاود، خاطر بصراحة في احنا في وقت حاجتنا بحوايج كيما هكا معناها حاجة تقرب مش تبعد. والله هو قبل كل شيء ما احنا مناسبه باش ترحموا على ملاعبي هذوما لطفي بكوش زقو الله يرحمه والهادي برخيص، هذوما ثلاثه لاعبين حكمت لهم اني واحد من الناس مستوى عالي اخلاقي كبيره، معناها كانوا لاعبين في المنتخب، فرصه اليوم دوما معناها استدعوني ما بدون معناها تردد قبلت الدعوه هذه، معناها اكيد يلزم الواحد يشارك باللي يقدر عليه سواء كان نلعب ولا نظفر. مناسبة حلوة تشوف تقريبا فما 200 ولا 300 واحد مشاركين ومسؤولين وناس تتفرج، فرصة باش نترحموا عليهم قبل كل شيء، وأكيد معناها هذه فرصة كذلك أنا الرياضيين نوريو للشعب التونسي أنا رانا نحبوا بعضنا، رانا كتلة واحدة، رانا معناها نخدموا لصالح الوطن نتاعنا، أي حاجة راهي تنجم تمشي للإيجاب، وهذا نلوج عليه الناس الكل. أكيد نلعبوا في الرياضة ولكن زاد كذلك نتفكروا الرموز نتاعنا القديمة وما نجموش نتقدموا اذا كان ما نفكروش القديم راه. هي الحق بدرة طيبة من عند جي سي اي سوسة، الحق عمر رئيس الجي سي اي ناشط بالقدا بالقدا وكل عمل شبابي نشجعوه وندعموه، والحق معناتها بعدة وجوه كروية موجودة متواجدة في الدورة هذه، هو تنشيط ثقافي واجتماعي باش تتلقى الناس مع بعضها ونتعرفوا ونشوفوا عند عدة وجوه اللي عنا برشا ما ريناهاش، دونك فرصة باش نشوفوها وباش نشوفوا بعض. معنا الاخ مهدي عمارة ديريكتور داكسيون اليوم باش يحكي لنا شويه على الاكسيون هذه وعلى الفائده نتاعها. خويا مهدي كنت تحط لنا هذه الدوره في اطارها؟ اول حاجه مرحبا بكم، شرفتونا في الاطلاع. الغرفه الفتيه العالميه بسوسة جي سي تنظمت اليوم لحد 19 فيفري دوره تكريما اللي توفاونا اللاعبين اللي قعدوا في قلوبنا كما الهادي برخيصه لطفي البكوش ولسعد الورتاني. الدوره دي انا كاس شارك فيها 8 فرق ادارات، فما الكنام والسينيسيس والقباضه الماليه سبيتر سهلول، صحفيين جوهره سي سوسه البريد التونسي. معناها احنا نقولوا للدورات هذه
ذكرنا في اللاعبين السابقين زاد وفي نفس الوقت تخلي نتصور لي تخلي تقرب العباد من بعضها ولا اي صحيح باش اول حاجه باش نقربوا بين الادارات وهي دوره وديه اخويه باش نقربوا بين ال يخدموا الموظفين في الاداره العموميه وهي حاجه باهيه لل انا في البلاد باش حيويه ونشطوا البلاد ونبعدوا عن المشاكل اليوميه والله هي دوره معناتها بون معاني نخدم في اداره تونسيه وفي نفس الوقت رئيس المنظمه ذي جاتني الفكره بطبيعه الحال نتعامل مع زملائي باش ننظموا دوره نحيوا فيها ناس معناتها قاعد في الذاكره نتاعنا بالاخص الهادي برخيصه ولطفي البكوش ولسعد الورتاني هذوما ناس ما نجمش حتى واحد في جينيراسيون نتاعي واللي قبلي واللي بعدي باش ينساهم الحقيقه هذوما حقنا ديما معناتها كل عام نكرموهم كل عام نحكيوا عليهم خاطر فرحونا برشا يذكرونا وكذلك معناتها اعوان معناتها الاطارات نتاع الادارات اللي موجوده في سوسه لازمهم يتواصلوا مع بعضهم يتلموا وينجموا طاقات هذوما خلاف الاداره ماهمش قاعد يعملوا في شيء برشا نشاطات خلاف الاداره ماهمش قاعدين يتحركوا للثقافه نحاولوا احنا كدورنا كجمعيه الغرفه باش نطوروا الحكايه هذه ونحاولوا نمشيوا برشا برامج مع الادارات والمؤسسات العموميه والتواصل مع مجتمع مدني ومؤسسات